انا نتفكر قبل رئيس الجمهوريه قبل بمبادره الاتحاد واستبشرنا، لكن وبعد تالي احكى على مبادره للحوار مع الشباب مع السيد وزير الماليه السابق، بعدها قتل مبادره الاتحاد في 6 افريل في المنستير، وتقريبا في خطابه الشهير معناها تقريبا اعلن على مقتل هذه المبادره. ارجع الامل من جديد باحياء هذه المبادره خلال لقاء السيد نور الدين تبوبي اللي خرج متفائلا من عنده بحل الازمه وبالانطلاق في الحوار، لكنه بعد هذه المبادره اللي كان سمينا مبادره، هل نعتبر ان مبادره الاتحاد ماتت وقتلت ووئدت نهائيا؟ أنا أعتقد مبادرة الاتحاد قتلها رئيس الدولة منذ ولادتها، واليوم مبادرة رئيس الدولة ولدت ميتة هي أيضا. يعني الحديث على مبادرة حوار، يفترض أنه اللي يطلق مبادرة يوفر الشروط لإنجاح هذه المبادرة، واليوم اللي ريناه أنه رئيس الجمهورية أولا أخطأ في الأولويات، في ترتيب الأولويات، وأخطأ في تحديد الآليات. نبدأ في الخطأ في ترتيب الأولويات. أولا الساعة وقت اللي نتحدث على حوار ونجمع كل رؤساء الحكومات السابقين، يفترض أنه أولا يكون حوار مفتوح، يفترض أنه يطلب منهم أنه خاصة أنا كي سمعت بداية الخطاب متاع رئيس الجمهورية استبشرته خيرا، قلت والله هو في الثنية الصحيحة، باعتبار أنه في البداية تحدث على أزمة البلاد وأنه البلاد وصلت إلى وضعية غير مسبوقة، وأنه فقلنا الرئيس هو بدأ يفيق، هو عرف اللي بلادنا غرقت، وبالتالي باش يسعى باش يبحث على حلول مع بقية شركائه في الوطن ومع الناس اللي سبقوه في تحمل المسؤوليات واللي عندهم خبرة في الحكم، ربما باش يستفيد من هالخبرة هذه من أجل إيجاد حلول. فكان يفترض أنه يطلب منهم ايش خلنا نتفقوا في تشخيص الازمه وعلاش فشلنا كمنظومه حكم، وشنو المطروح باش نحلوا هالازمه هذه، وشنو هي الاولويات، وكيفاش نبداو نصلحوا. واذا كان عندنا مثلا هو يرى انه اليوم المشكله نتاع البلاد هي في الفساد في الفساد مثلا، ايش اخويا خلنا نتفاهموا وينو هالفساد اللي موجود في البلاد وكيفاش نكافحوه، واش نحطوا خريطه الطريق كيفاش نجموا نقضيوا على هالفساد هذايا ونفككوا هالمنظومة متاع الفساد. أنا رئيس الجمهورية ما حكي على حتى برامج، ما حكي حتى على حتى إصلاح. النقطة الوحيدة اللي طرحها علاش قلنا خطأ في ترتيب الأولويات، بالنسبة لي المشكلة الوحيدة في البلاد هي النظام السياسي، وهذا مش أول مرة نسمعوا الخطاب هذايا. الغريب أنه بعد 2014 اللي يسكن في قصر كارتاجي واللي يتحدث على أنه ثم مشكلة في الدستور وثم مشكلة في النظام السياسي ويجي خنبدلوا الدستور، قالها قبل الباجي قايد السبسي، واليوم يعاود فيها بأكثر بذاءة الرئيس قيس سعيد، لأنه الباجي قايد السبسي احترم الدستور رغم أنه عبر وهذا من حقه على أنه هو مش راضي على الدستور هذايا وعلى النظام السياسي، ربما كان يتمنى تكون عنده صلاحيات أوسع، كان يتمنى تكون عنده صلاحيات بتاع بن علي. قيس سعيد قال كريمه الدستور هذايا مانيش راضي به، مانيش قابل به، ومانيش مستعد باش ندخل تحت السقف نتاعو، وبالتالي معناها تخلل في لعبة تهديم المعبد على من فيه. نعم. وهذا أمر خطير. نعم. لهنا معناها المشكلة نتاع الرئيس اللي لاحظتها هو أنه يحب يغير النظام السياسي، يحب يولي عنده صلاحيات. من لا أكثر ولا أقل. من حقه عبر لا مش هذا مش هذا مش هذايا. لو كان جاء لرؤساء الحكومات وقال لهم ايجا خلنا نتناقشوا وخلنا نشوفوا شنو هو المشاكل نتاع البلاد، وصار توافق او مشات الاغلبيه انه ثم المشكله الرئيسيه في البلاد هي النظام السياسي، ما سالش، ما عنديش حتى مشكله. لكن انه هو يحشرك في مربع، انا سيدي ايجا خلنا نتحاوروا على تغيير النظام السياسي، ماناش باش نتحاوروا لا على إصلاح المؤسسات، لا على مكافحة الفساد، لا على الناس اللي قاعدة تقتل في الشوارع وقاعدة تسحل من طرف الأجهزة الأمنية، لا باش نتحدث على الفقر اللي قاعد ينتشر، ولا لا على الناس، على أكثر من 13,000 شخص توفى نتيجة الكورونا. راهو رقم فظيع، راهو الرقم هذايا قارنه بمصر اللي فيها 100 مليون ساكن.
راهي هذه جريمة في حق يعني عملية قتل ممنهجة ضد الشعب التونسي. نعم. إيه معناها هذا الكل ما راهش رئيس الجمهورية، راه كان النظام السياسي، ويجي خلينا نتناقشوا كان على النظام السياسي كيفاش نغيروه. طيب هذا خطأ في ترتيب الأولويات. نجيو تو للآليات. نفترض رئيس الجمهورية ربما خارج السياق، خارج التاريخ، ما 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 ما, ما, ما قامش بالتشخيص الصحيح للوضع السياسي باش يحدد المشكلة وين. طيب إذا كان أنت ترى أنك النظام السياسي برمته يلزم تقويضه، يلزم هدمه، يلزم إعادة بنائه، من حقك حد ما ينازعك، وهو حتى في قبل الانتخابات عبر على إلى حد ما على الرؤية هذه، ما كانش راضي على النظام السياسي وعلى الدستور. لكن اللي نقوله اللي نقوله إذا كان أنت تحب تغير هالنظام السياسي، شنو هي الآليات المتاحة اليوم؟ الاستفتاء اليوم خرج الشراء، لا فماش استفتاء، رد بالك تغلط، الدستور لا يسمح بتغيير النظام السياسي عبر الاستفتاء. لا رد بالك تغلط، يعني في حاجات معينه يعني استفتاء. يعني التغيير اما يتم بالاليات الدستوريه المتاحه، والا باش نجي معناها نحن سمعنا الحديث على مرحله انتقاليه، وربما معناها حديث ضمني على ربما الدستور نحطوه دو كوتي ونمشيو نشوفوا طريق اخر. هذا امر خطير، هذا امر خطير، هذا يدعو الى المس بالشرعيه الدستوريه، المس بدستور صادقه. تم قراءه دستوريه سمير، تم قراءه دستوريه قدمتها اليوم سلسبيل القليبي تقول هي. انه ممكن تنقيح الدستور، وهذا رهين موافقه في غياب المحكمه الدستوريه، رهين موافقه البرلمان، وقالت انه لا وجود لاستفتاء شعبي دون موافقه المجلس. معناه ما ثماش مرور بالقوة، معناه يلزمك تتعاطى بالمجلس، يلزم تنقيح الدستور يوافق عليه المجلس وبعد تمشي للاستفتاء الدستوري. معناه ما تنجمش تمشي كرئيس مثلا جمهورية تطرح مشروع دستور جديد وتعرضه على الاستفتاء الشعبي. انت تولي خارج الدستور وخارج الآليات القانونية والدستورية، تولي انت تسعى الى الانقلاب على الشرعية الدستورية، وهذا امر خطير لا يمكن القبول به. لذلك أنا أقول أن رئيس الجمهورية أخطأ في ترتيب الأولويات وأخطأ في تحديد الآليات. من حقه هو إذا كان هو يحب يغير الدستور وعنده قاعدة شعبية تسمح له باش يغير الدستور ويغير النظام السياسي، مع أني أنا هذايا نرى فيه مجرد تطلع إلى التمتع بصلاحيات رئاسية كما كان يتمتع بها بن علي، لأنه يحب عنده مشروع استبدادي. أنا نرى فيه مراش في حاجة أخرى، كي نشوف تصرفاته مع المدونين، نشوف معناها كيفاش يسعيوا الى افتكاك صلاحيات حتى البرلمان. هو البرلمان تو ما عادش ينجم يصن قوانين، معناها البرلمان بلوكيه، رئيس الحكومه بلوكيه، كل مؤسسات الدوله، يعني هو يحب يستحوذ على كل الصلاحيات. ثم مسعى للتغول، ثم مسعى لاحتكار كل صلاحيات الدوله سواء منها التنفيذيه ولا التشريعيه ولا غيره، وهذا بالطبع وهذا وانت عكس ما مشيت لا يمكن القبول به.